اطلق التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي المرحله الثامنه والعشرين من قوافل ستر وعافية لاهالي قريه القباجي الغربي بمحافظه الاقصر وبمشاركه واحد كيانا من التحالف لتقديم خدماتها لاكثر من واحد وسبعين الف مستفيد تقدم هذه القافلة حزمة متنوعة من الخدمات للمواطنين حيث تشمل قافلة طبية تضم العديد من التخصصات وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية وذلك بكرت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي كما تتضمن القافلة حملة طرق الأبواب لتوزيع مواد غذائية ولحوم ووجبات ساخنة ضمن مبادرة تحالف خيرك سابق